قال جعفر الصادق رضي الله عنه من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. وقال السجاد رضي الله عنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الله تعالى ليس محدودا فيحد، إن الله تعالى لا يحس ولا يمس ولا يجس، ولا تقاس صفاته بصفات الناس. إن الله تعالى لا يحس ولا يمس ولا يجس ولا تقاس صفاته بالناس. هكذا فهموا التوحيد، وهكذا عملوا به، وهكذا نشروا الدين هنا وهنالك، فعم بفضل الله عز وجل هذا الدين هنا وهنالك. ونضرب حتى لا نطيل مثال من أدب الفاروق رضي الله عنه وحسن فهمه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلنا سمع بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. عمر رضي الله عنه ما فهم من هذا الحديث أنه لا يجوز التوسل برسول الله، أو أنه لا يجوز التوسل بأولياء الله. بل عمر في عام الرمادة رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري في كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء أنه توسل بعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفعل عمر هذا لا يدل على أنه يحرم التوسل برسول الله بعد وفاته، إنما فعل ذلك عمر توسلا بالعباس، ذلك لفضل العباس ولمكانته وقربه من رسول الله. فقد جاء في الحديث أن الرسول كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. فلذلك عمر رضي الله عنه ما فهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أنه لا يجوز التوسل برسول الله، أو أنه يحرم التوسل برسول الله. لو كان عمر فهم ذلك من حديث رسول الله لما توسل بالعباس. لذلك هذا رد على من يقول لما تجعل بينك وبين الله واسطة. الواحد لما يتوسل برسول الله أو يتوسل بأولياء الله أو يتوسل بالعشر المبشرين بأخيار الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعني ذلك أنه يستعين بهؤلاء على قضاء الحاجة ليعين الله، فالله تعالى غني عن العالمين. إنما معنى الواسطة بمعنى السبب. فالمتوسل برسول الله أو المتوسل بأولياء الله إنما يفعل ذلك لأن هؤلاء سبب، مع اعتقاده أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء. ثم عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وكذلك سيدنا عثمان ما فهموا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أنه لا يجوز إحداث أي أمر في دين الله بعد رسول الله. بل فهموا أنه يجوز للواحد أن يزيد في دين الله شيئا لا يعارض كتابا ولا يعارض سنة ولا يعارض أثرا ولا يعارض إجماعا. لذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس في شهر رمضان على أبي بن كعب، وكان الناس كما روى البخاري قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، أي الناس يصلون صلاة التراويح فرادى، ويصلي الرجل فيأتم بصلاته الناس. وكان ذلك صدرا من خلافة أبي بكر، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فلما أتى عمر المسجد ورأى الناس على الحال هذه يصلون أشتاتا متفرقين، جمعهم على أبي بن كعب. ثم أتى في الليلة التي بعدها فأعجبه حسن ما صنع، قال رضي الله عنه نعم البدعة هذه. وفي رواية مالك في الموطأ قال نعمة البدعة هذه. فهذا قول من سيدنا عمر حجة على أولئك الذين يحرمون أي شيء عمل بعد رسول الله. تنقيط المصحف وتشكيل المصحف، أليس هذا حدث بعد وفاة رسول الله؟ فقد روى ابن أبي داود السجستاني والقرطبي أن أول من نقط المصاحف واحد من التابعين اسمه يحيى بن يعمر، هو أول من نقط المصحف. يحيى ابن يعمر هو أول من نقط المصاحف. فلذلك هذا الأمر ما كان في زمن رسول الله ولا كان في زمن الخلفاء الراشدين، إنما حدث بعدهم.
الذي ينكر كل أمر حصل بعد رسول الله ليقرأ في مصحف ليس فيه تنقيط وليس فيه أشكال الضمة والسكون والشدة وغير ذلك. ثم هذه المحاريب والمآذن، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده ما عمل له لا محراب ولا مأذنة. أول من عمل ذلك لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلذلك نحن نرى هذا الأمر حسن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا حث عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمر، الحديث واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إذا أحدث شيء يوافق كتاب الله ولا يعارض القرآن الكريم، يوافق حديث رسول الله ولا يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعارض أثرا ولا يخالف إجماعا، فلا بأس به. فلذلك عثمان رضي الله عنه ماذا فعل في يوم الجمعة؟ زاد أذانا ثانية. الأذان الأول الذي الآن يؤذن فيه في أكثر البلاد الإسلامية، كان الأذان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث السائب بن يزيد عن سيدنا عثمان، كان الأذان أوله لما يجلس الخطيب على المنبر، فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول. فهذا دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم شديدي التمسك باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشديدي الاقتفاء لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأوا أن هذه الزيادة تخالف شرع الله. لذلك جاء في تفسير الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل به بعدها ووزر من عمل به